بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح عدة نماذج من نماذج الامتحانات للصف الثاني عشر أدبي في مبحث الجغرافيا لسنة 2022. طبعا سنبدأ بأسئلة. اختر، نذكر أنه هناك ملخصات وشرح للخريطة كيفية حفظها في قوائم التشغيل في قائمة جغرافيا توجيه، وسأضع لكم رابط هذه القائمة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. فلنبدأ على بركة الله. عزيزي الطالب، في البداية، ما سبب زيادة الإشعاع الشمسي في نصف الكرة الشمالية صيفا؟ في فترة الصيف يكون السبب هو طول النهار. ما المفهوم الذي يعبر عن الهواء المتجانس في الخصائص من حيث الرطوبة وهو عبارة عن الكتلة الهوائية؟ كيف تكون حركة الرياح في نصف الكرة الشمال وهو تنحرف إلى اليمين اتجاهها؟ طبعا بسبب انحراف الأرض دورانها 23 درجة. ما المنطقة الحرارية التي تمتد من 23 إلى 66.5 شمال وجنوب خط الاستواء وهي المنطقة المعتدلة؟ ما الإعصار الذي يضرب السواحل الشرقية للولايات المتحدة وهو الهيريكون؟ كيف يصبح الجو عند انخفاض نسبة الرطوبة النسبية بشكل كبير في الهواء وطبعا سيكون جاف حار أو جاف بارد؟ ما الظاهرة التي لا تسود في المنطقة القطبية وهي البرد؟ ما الإقليم المناخي التي تنتمي إليه ماليزيا وهو الإقليم الاستوائي؟ من أشهر الدول استغلالا في الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء هي كندا واليابان. إلى أي نوع من الغابات تنتمي أشجار الصنوبر إلى المخروطية؟ كيف يؤثر رأس المال المتاح للموارد البشرية في إنتاج الأنشطة الاقتصادية عن طريق تحسين فرص الاستثمار والإنتاج؟ ما الدولة التي شهدت أخطر وأكبر كارثة غير متعمدة في عام 1986 وهي أوكرانيا وهي ظاهرة انفجار مفاعل تشيرنوبل؟ طبعا السؤال الثالث عشر، ما العامل البشري الذي يسهم في حدوث التغير المناخي وهو احتباس وتدمير الغطاء النباتي؟ ما العلاقة بين الجغرافيا السياحية وعلم المناخ والأرصاد الجوية تحديد الأقاليم المناخية الجاذبة للسياح؟ طبعا ما هي الصخور التي تصنف ضمن الصخور المتحور وهو عزيزي الطالب الرخام؟ الآن سنبدأ بعرض عدة أسئلة. هناك السؤال الثاني، يتم تسخين غلاف الجو وسطح الأرض بعدة طرق، اشرح. وهي عزيزي الطالب كالتالي، طبعا أما المباشر إشعاع مباشر أو الأرضي وهي تعريف كل منهما أو عن طريق الأسباب. طبعا بالنسبة للسؤال الأول، أما السؤال الثاني بين الأسباب الموجبة لزيادة الطلب على الغاز كطبيعي كمصدر للطاقة وهو لأنه أقل تلوثا ويحتوي على وحدات حرارية أعلى. في السؤال جيم يريد منك المقارنة بين أنواع السحب من حيث الارتفاع ومثال عليها. طبعا هذه هي المقارنة، لاحظ أن هنا الارتفاع لا يزيد عن 2 كيلومتر، هنا من 2 ل 7 كيلومتر، هنا 7 ل 12 كيلو. هي الأمثلة والخصائص الخاصة بكل جزئية. عزيزي الطالب دقيقة أكبر لكم. بالنسبة للسؤال الآخر، وضح بالرسم كيف حدوث نسيم البحر ونسيم البر. عزيزي الطالب، طبعا نسيم البحر نحن نعرف أنه يحدث في النهار وهي عبارة عندما ترتفع درجة حرارة اليابسة فالهواء الملاصق لها يرتفع يقل كثافته فيرتفع للأعلى ويحل محله هواء لطيف من جهة البحر بسبب اختلاف الضغط، حيث يكون فوق الماء ضغط مرتفع بينما فوق اليابسة ضغط منخفض، وبالعكس يصير يكون نسيم البر في فترة الليل. بالنسبة يريد منك سؤال، يعتبر المناخ والأشكال الجيومورفولوجية من أهم مقومات السياحة الطبيعية، وضح ذلك عزيزي الطالب. طبعا المناخ عزيزي الطالب حسب التباين،
وهذا شرحه بالتفصيل وأمثلة عليه. بينما هنا طبعا لماذا طبعا كألف، وكبات بشكل المناطق الباردة أيضا فيه. أما بالنسبة للأشكال الجيومورفولوجية فهذه هي التفاصيل من حيث الأمثلة الموجودة في كل المناطق وخاصة في لبنان كأمثلة عليه. بالنسبة للسؤال الآخر، وهنا سؤال: إذا كانت درجة الحرارة في البحر الميت 35 درجة الذي ينخفض عن مستوى سطح البحر 400 متر، كم تكون درجة الحرارة في رام الله التي ترتفع درجة الحرارة 850 متر؟ طبعا في البداية سنبحث في فرق في الارتفاع، وهو من 850 إلى سالب 400 لأنه تحت مستوى سطح البحر، فسيكون بالسالب لأنه قال لك تنخفض، فيكون هذا الارتفاع 1275 متر. تحويل الفرق في درجات الحرارة، طبعا كل 150 درجة لدرجة، ومن ثم إذا كان ارتفاع ستنقص هذه الدرجة، إذا كان انخفاض ستقوم بإزالة هذه الدرجة. سؤال آخر: قارن بين الغابات الاستوائية والموسمية من حيث الخصائص، من حيث الأشجار، من حيث التوزيع، وهذا هو بشكل أساسي التفصيل الخاص لهذا الموضوع. يريد سؤال آخر: كيف تسهم حركة الصفائح التكتونية في حدوث الزلازل؟ طبعا هذا هي السبب المباشر، خصوصا عملية الاصطدام أو الانزلاق، وهي تسبب الموجات الزلزالية عزيزي الطالب. وبالتالي عندما تنتهي هذه الموجات تبدأ في عمليات الموجات الارتدادية التي تكون أخطر، وهي التي تسبب الحوادث التدميرية الضخمة. الآن عزيزي الطالب، بالنسبة للرسمة، دائما سأترك لكم في صفر قوائم تشغيل كيفية تحفظ الخريطة. دائما الخريطة عزيزي الطالب عندما تحفظها احفظ من كل قارة الثلاث أشياء الأساسية، وهي الجبال والأنهار والإقليم البحر المتوسط والصحراء إن وجدت. فهنا عزيزي الطالب كما ترى، فرقم هذه الخريطة هي عبارة عن خريطة العالم كما ترى عزيزي الطالب، ويريد منك عدة. في البداية هنا الأرجنتين، هذه هي الأرجنتين. بالنسبة لاثنين هو مضيق جبل طارق. طبعا كيف عرفنا أنه مضيق جبل طارق؟ لماذا؟ لأن هنا إيطاليا عام تكون مثل الجزمة، فبالتالي أو مثل الحذاء، فهذا البحر المتوسط، فبالتالي هنا مصر، الدول الأفريقية هنا أفريقيا، إذا المنطقة بين أسبانيا والمغرب هي ستكون مضيق جبل طارق عزيزي الطالب. بالنسبة طبعا هنا التيار بنقول البارد، هنا أيسلندا وهي بين جرينلاند وبين بريطانيا، لأن هنا إيطاليا، فبالتالي ستكون هنا فرنسا، بريطانيا، أيسلندا وجرينلاند هنا في هذه المنطقة. بالنسبة للجبال طبعا هذه التفاصيل في هنا تقريبا، هنا عزيزي الطالب هذه هي الهند، بالتالي الجبال هنا بين الهند والصين، لأن هنا الصين، ستكون جبال الهيمالايا. طبعا طيار قلنا طيار بنكولا البارد بالنسبة لرقم 4، أيسلندا 5. طبعا هنا يريد في رقم 8 هضبة البرازيل، 9 شلالات نيكاراغوا، و10 وحدات سياسية، 10 هنا، 9 الجزائر عزيزي الطالب. طبعا هنا طيار هنا شلالات نيكاراغوا موجودة في بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك سؤال آخر: ما سبب سقوط الأمطار في الإقليم البحر المتوسط شتاء؟ هذا هو السبب، وبشكل أساسي الرياح الجنوبية الغربية. لماذا تتصف أمطاره بالتذبذب؟ لأنه يقع بين المناخ الرطب والمناخ الصحراوي. أين امتداده؟ هذا امتداده سيكون إما حول البحر المتوسط، لكن في باقي القارات، في إقليم الكهف في جنوب غرب أفريقيا، في كاليفورنيا في جنوب غرب أمريكا الشمالية، في توسط شيلي غرب، دائما هو فيكون في غرب القارات أو في جنوب غرب
القارات كما ترى عزيزي الطالب. هنا يريد منك أذكر معادن الطاقة الموجودة في فلسطين، سيكون عندك بترول وهذه مناطق تواجده، الغاز الطبيعي وهو مناطق واليورانيوم والصخور الزيتية ومناطق كل من هذه وتوزيعاته. بالنسبة لأسئلة السؤال، كي يسهم التكاكل طبقة الأوزون في تغيرات مناخية، يريد سبب تآكل طبقة الأوزون، هذا هو أسبابها تعريفها وأسبابها بشكل أساسي والغازات المسؤولة عنها عزيزي الطالب. طبعا هنا فقط هنا أنا أعرض الإجابات، الشرح بالتفصيل موجود في صندوق الوصف. المعيقات تواجه إدارة الموارد البشرية، هذه هي المعيقات عزيزي الطالب. بالنسبة يريد منك أذكر الإجراءات التي من شأنها الحد من ظاهرة التصحر، هذه هي الإجراءات بشكل تفصيل. يريد منك وضح كيف تحدث الأمطار التضاريسية مع هجرة. طبعا التضاريسية هي عملية اصطدام الرياح الآتية من البحر والمحملة بالرطوبة بسفوح جبلية فترتفع للأعلى فتقل كثافتها، وبالتالي يحدث تكاثف لها لأنها تقل درجة الحرارة، وبالتالي تبدأ في عملية تكون الثلوج على القمم الجبلية ونزول الأمطار في منطقة، لكن في المنطقة الخلفية ستكون ظل المطر. التوزيع الجغرافي للزلازل سواء في الحزام الناري أو حزام الالتواءات أو حزام الأخاديد الشرقية في شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا، وكلها تمتد في وسط المحيط الأطلسي في شماله وجنوبه. كيف يتم تصنيف الموارد؟ تصنيف تركيبي، هذا هو الحل عزيزي الطالب. يريد منك أن يعرف الندى، الألبيد الأرضي، والبراكين الخامدة، وطاقة الكتلة الحيوية عزيزي الطالب، فهذا هو تعريف الندى، الألبيد والبراكين الخامدة. تعريف الطاقة الكتلة الحيوية. هنا بالنسبة لحل أسئلة، هل تتغير اتجاه الرياح من موسم لآخر جنوب شرق آسيا؟ هذا هو تفاصيلها. التطور الكبير للسياح في العصر الحديث، هذا هو بشكل أساسي كل هذه الوحدات تستطيع أن تختصرها. هنا أيضا انخفاض معدل الحرارة السنوية في المناطق الاستوائية، قلنا بسبب ظهور الغيوم والأمطار والكثافة الغطاء النباتي، وسبب انخفاض الحرارة السنوية في المناطق الاستوائية عنها في المناطق المدارية. كيفية ظاهرة الاحتباس الحراري، هنا الاتفاقيات الخاصة بها، وهنا التوصل كيفية لماذا العقبات خصوصا رفض الولايات المتحدة و دخول كثير من دول عتبت التصنيع. السؤال السابع، هذا هو ما العوامل التي تؤثر في استغلال الموارد في مدى توظيف المعدات التقنية، هذه هي تفاصيلها. هنا هذه هي الجزئيات الخاصة بالخطر الناجم عن البراكين، كيفية تكون العواصف الرعدية، ما الضغط الظواهر المرافقة لها، هذا هو تفصيلها، الظواهر الخاصة بالعاصفة، البرق، الصاعقة والرعد، كل البرق طبعا شرارة كهربائية وميض يمتد من على الأرض إلى من الأرض إلى أعلى بسبب عملية التفريغ، وهنا الصوت الناجم هو عبارة عن الرعد. كيفية الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر، كيف يؤثر في الضغط؟ هنا عملية طبعا هي عملية علاقة عكسية بتفاصيلها، هنا تفاصيل درجة الحرارة عزيزي الطالب. انتهى هذا النموذج، سنبدأ الآن في نموذج آخر. طبعا هنا سأعرض فقط الإجابات مع الأسئلة مع الإجابات سريعا من أجل ضيق الوقت الفيديو، و هنا بهذه التفاصيل. طبعا سأترك لكم رقم الصفحة التي يوجد بها حل كل جزئية بتفاصيله حتى ترجع إليها. طبعا هذه أرقام الصفحات لكل سؤال، لكن هذا هي حل الأسئلة عزيزي الطالب.
فقط حتى يتم التأكد من الإجابات وتعرف أين توجد هذه المواضيع عزيزي الطالب. كل سؤال ستجد عنده طبعا، طبعا ريختر هنا في السؤال هي وحدة القياس، لكن الجهاز هو السيموغراف. طبعا الاحتباس الحراري من الأسئلة التي دائما تأتي في كل سنة، فهي ومشكلة طبقة الأوزون. هنا هذه كل ما يتعلق بهذه الأسئلة. بالنسبة لباقي الأسئلة، طبعا هي السؤال الإجابة ورقم الصفحة التي يوجد بها السؤال. السؤال الإجابة ورقم الصفحة، هنا أيضا سؤال الإجابة ورقم الصفحة عزيزي الطالب، وكل هذه التفاصيل حتى تريحك. بالنسبة للفرق بين المنخفض الجوي والمرتفع الجوي، هذا هو تفاصيله وهو موجود في صفحة 30 في الكتاب عزيزي الطالب. بالنسبة أيضا للضغط، الجو والرياح في البحر المتوسط في فترة الشتاء، هذه هي تفاصيله وهي رقم الصفحة في صفحة 38 حسب النسخة الجديدة. المقارنة بين الغابات الاستوائية والموسمية، مناطق انتشارها، أمثلتها، هي في صفحة 64 و65، وهذا هو الجواب عزيزي الطالب. كيف يؤثر المناخ؟ موجود في صفحة 110 وتفاصيله في كل هذه الجزئيات. بالنسبة للتعريفات، الألبيدو الأرضي، هي التعريف والصفحة، الثلج والطاقة، الكتلة الحيوية. بالنسبة أيضا للبراكين الساكنة والسياحة التاريخية، يريد منك أن توضح أيضا بالرسم العاصفة الرعدية، موجودة الرسمة في صفحة 27. أثر السياسة الاقتصادية الحكومية في الإنتاج والأنشطة الاقتصادية في صفحة 71، هذه تفاصيلها. مشاكل تعاني منها فلسطين في ظاهرة التصحر، موجود في صفحة 100، هذه هي كل التفاصيل، سواء مواسم الاحتلال، سواء استنزاف الأراضي، السيطرة على المياه الجوفية اللي هو حرمانها من الفلسطينيين، جدار الضم والتوسعة، الضغط السكاني على الأراضي، كل هذه من المشاكل. طبعا بالنسبة للخريطة، سأتعدى السؤال، موجود في تفاصيله. طبعا هذه المواضيع لابد أن تعرف أين توجد وأماكنها على الخريطة، وركز عليها عزيزي الطالب. طبعا أنا شرحتها في التفصيل. الصقيع، الأثر المترتب عليه في صفحة 24، أمر عاصف الرعدية في صفحة 28، وهذا هو الإجابة عزيزي الطالب. أسباب تقدم تأكل طبقة الأوزون أيضا من المواضيع المهمة. أنا في السنة الماضية كان الاحتباس الحراري، أمثلة هنا على كل جزئية أين يمكن إيجادها عزيزي الطالب. طبعا كل مثال، هذا هو المثال، هذا هو المثال، وهذا هو المثال. بالنسبة للخريطة، طبعا كلها موجودة في صفحة 56، خريطة فلسطين، وهذه هي تفاصيلها وأين يوجد كل جزئية. أسباب حدوث الزلازل، البراكين في صفحة 81 و84، هذه هي الزلازل والانفجارات، أم البراكين، هذه هي تفاصيلها.
كيفية عملية تسخين الغلاف الجوي في صفحة 8، ويريد منك أمثلة على الفيزات. كل هذه موجودة. خريطة فلسطين صفحة 56، وهذه هي الخامات والرياح المطلوبة. السؤال السادس: العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية. هذا كل، لكن ليس مطلوب من كل طالب أن يكتب كل هذه التفاصيل. إذا في شرح ممكن نطلب واحدة أو اثنتان أو ثلاثة، لكن في الأغلب ستكون أن تذكر كرؤوس أقلام عزيزي الطالب. مجالات استخدام الطاقة الشمسية في صفحة 61، مجال التحول الحراري، مجال التحويل الكهروضوء، كيفية مقارنة بين الإقليم شبه القطبي والإقليم المناخ القطبي من حيث الموقع والخصائص. هذه هي أيضا تفاصيل. هنا عزيزي الطالب توزيع نطاقات الضغط، طبعا موجودة في صفحة 15. تطور السياحة صفحة 106، التحديات البشرية، التصحر، مواضيع أيضا مهمة، الموارد الطبيعية، المقارنة بين الرياح الموسمية دقيقة والرياح الماطرة والمياه الجوفية، آسف، الشتوية الجافة، رسمة المنخفض طبعا والضغط وتفاصيلها لأنها قد تأتي إليك في الامتحان. شكرا لكم لمتابعتكم عزيزي الطالب. هذه عبارة عن نماذج، نرجو أن تكونوا قد استفدتم منها، ولا تنسوا أن تنشروا هذا الفيديو بين أصدقائكم وأحبائكم.